بيان إلى الرأي العام. منذ 9 أكتوبر الجاري تتعرض مناطق شمال وشمال شرق سوريا إلى غزو وعدوان همجي من قبل حكومة تركيا وبعض المرتزقة التابعين لها في عملية أسمتها جزافا نبع السلام، مستهدفة احتلال المزيد من الأراضي السورية في انتهاك فج وصارخ للعهود والمواثيق الدولية واستهداف إرادة شعوب المنطقة بإدارة شؤونها، معتمدة على خطاب ديني متطرف مقيت، مستخدمة جميع أنواع الأسلحة حتى المحرمة دوليا، مدعية إنها تهدف إلى بناء منطقة آمنة ليكون نتاج أقل من 10 أيام من عدوانها البربري أكثر من 300,000 نازح والعشرات من الضحايا المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ. تتقدم قواتهم قطعان من همج العصر من مخلفات داعش والقاعدة، فلم يكن أمامنا إلا خيار المقاومة وحماية حدودنا ومدننا وأهلنا بكل السبل المتاحة، حيث سطرت قوات سوريا الديمقراطية بكل تشكيلاتها ملاحم من البطولة والفداء لتكسر الحلقة الأولى من مخطط العدوان في تفتيت الجبهات، فكانت الأخوة الحقة متجسدة في خنادق الشرف بين مكونات المنطقة. هذه المقاومة التي أذهلت العالم في حربها وانتصارها على الدولة الإسلامية المزعومة وأربكت مخططات حكومة العدالة والتنمية، مما دفعها إلى الدفع بقطعانها إلى ممارسة أفظع الانتهاكات لتنيط اللسام عن وجهها القبيح واستهداف أمن واستقرار شعوب المنطقة والوجه المدني الناشئ على أنقاض داعش، والتي تجلت بأفظع صورها في استهداف ابنة مدينتنا ديرك ورمز الحياة المدنية الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل الشهيدة هفرين خلف، وليتضح للعالم بأسره بهتان وزيف ادعاءات الدولة التركية معلنة مواقفها بإدانة واستنكار هذا الغزو والعدوان من قبل الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص ودول العالم بشكل عام، وتشكيل رأي عالمي يناصر قضايانا العادلة، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى محاولة إيجاد مخرج والضغط على حكومة العدالة والتنمية لوقف إطلاق النار وإيقاف آلة الحرب التي هددت العالم بأسره بإعادة إحياء داعش، والذي التزمت به قوات سوريا الديمقراطية عبر بيان رسمي. لكن ما زالت الدولة التركية تستهدف قوافل المدنيين وطواقم الهلال الأحمر المتوجهة إلى مدينة سريكانية المقاومة في انتهاك واضح وصريح للعهود والمواثيق الدولية ذات الشأن، متوعدة باستمرار عدوانها الآثم، مما يتطلب من جميع الدول المعنية وهيئة الأمم المتحدة الالتزام بمواثيقها وإصدار قرارات رادعة لهذا التهديد والاحتلال، والضغط على الدولة التركية بالانسحاب من جميع الأراضي السورية وفي مقدمتها عفرين. أننا كمنظمات الأحزاب السياسية في ديرك إذ نسمن ونقدر عاليا المواقف الدولية والعربية والكردستانية على المستويين الرسمي والشعبي في إدانة واستنكار هذا العدوان الغاشم ووقوفها إلى جانب شعبنا معنويا في محنته. يحزون الأمل أن تتطور هذه المواقف إلى أن تصل إلى قرارات رادعة. ومن هنا من مدينة ديرك من منقار البطة السورية ندعو جميع القوى السياسية في سوريا عموما والكردية خصوصا إلى تغليب لغات الحوار كمبدأ أساسي للتعاطي مع جميع القضايا والمسائل العالقة لنكون على قدر المسؤولية المناطة بنا. ومن هنا نؤكد أننا نستلهم من أرواح شهدائنا قيم الوفاء والمقاومة، وأننا نؤكد على حقنا الطبيعي في التمسك والدفاع عن أرضنا وحياتنا، ونحيي قواتنا البطلة التي سجلت وتسجل تاريخا جديدا للبطولة والفداء. الخزي والعار للقتل المعتدين، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، النصر لقضيتنا العادلة. منظمات الأحزاب السياسية في ديرك 20/10/2019.